عطلة نهاية الأسبوع مزدحمة للغاية في وزارة الأمن العام والهجرة، حيث استقبل وزير الأمن العام والهجرة الجنرال محمد شرف الدين مرقي السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية قنية الاستوائية في تشاد ليوناردو أبيانك ميكو آن، وقد كان ضمن المستقبلين مع وزير الأمن العام والهجرة مدير مكتبه إسماعيل موسى فضل ومدير التعاون والبرمجة آدم محمد أزي، فرصة للشخصيتين لتأكيد رغبتهما الراسخة في تعزيز العلاقات الأمنية والتاريخية بين البلدين الشقيقين. بالنسبة للجنرال محمد شرف الدين مرقي والسفير ليوناردو أبيانك ميكو آن، تشاد وقينيا الاستوائية دولتان في وسط أفريقيا يربط بينهما التاريخ، وهذا هو السبب الذي جعلهم يتذكرون أن رئيسي الدولتين الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو وتايدرو أبيانغ نجيما باسوغو يتشاوران بانتظام حول مواضيع مختلفة من أجل الحفاظ على مناخ من السلام في المنطقة الإقليمية. وقبل مغادرته لم يخفي دبلوماسي قنية الاستوائية ليوناردو أبيانغ ميكو آنغ رضاه التام عن نوعية العلاقات بين البلدين، وخاصة في مجال الأمن بصورة خاصة والمجالات الأخرى بصورة عامة. ليوناردو أبيانغ ميكو آنغ وصل إلى تشاد منذ أغسطس 2019، عمل سفير فوق العادة والمفوض للقنية الاستوائية في تشاد لتعزيز التعاون الثنائي بين أنجمينا وملابو.